من مضاعفات العدد أربعة. بتطلع على حاد وعشرات سوا. بتطلع على حاد وعشرات سوا. طبعا هذا بتطلب مني أن أكون عارف كل مضاعفات الأربعة للمية. أكون عارف كل مضاعفات الأربعة للمية. طلع. يعني أربعة وثمانية. هاي أول عدد صفر أربعة. طلع كيف كتبته أنا بس. إلي قصد. أول مضاعف للأربعة الأربعة نفسها. مين اللي بعديها؟ ثمانية. صفر ثمانية. اللي بعديها؟ ما هو أنا بدي إياك تبقى شكل منزلتين. فبديش أكتب ثمانين بكتب صفر ثمانية. هو ثمانية لما أقرأ بقول ثمانية. اللي بعده 12. اللي بعده 16. اللي بعده 20. اللي بعده 24. اللي بعده 28. اللي بعده 32. لمتى راح أظل ماشي للمية؟ راح أظل ماشي للمية. هلأ أنا بدي أكتب عدد. خلي هذول بس قدامنا. مش راح يعني أنت المفروض يكون حافظ كل هذولك للمية. الآن افرض أعطيتك عدد زي هذا. هل هذا العدد يقبل قسمة على أربعة بدون مقسم؟ لا لا مش هيك. بطلع بس هون. شوفوا هم بطلع. بطلع على أول اثنين بس. شو مكتوب؟ ثمانية وعشرين. 28 بتقبل قسمة على أربعة؟ نعم. إذا هذا كله يقبل قسمة على أربعة. حلوة. لا لا إذا كان بدل صفر. وين؟ يعني كانت هيك 8 صفر. صارت 8 كأنها. يقبل. طيب لو كان هيك. يقبل. عيني بتطلع على هذول الاثنين مع بعض. اذا هذول الاثنين مع بعض طبعا انا لو ممكن اورطكم شوي راح اكتب لكم بدل اكتب لكم 52. لا بقبل 52 مضاعفات الاربعه بس انت لك مش حافظتيها. 60 مضاعفات الاربعه لو تكوني عارفتين هذول بيكون سهل عليك تعرفي اذا يقبل ولا لا يقبل. لا مو انا بديش اقسم. انت مش فاهم تخيلي كيف يعني انا بدي اعمل بدون ما اقسم. طبعا يقبل العدد القسمه على خمسه دون باقي. يلا نكتبها. يقبل العدد القسمه على خمسه اذا كان احاده خمسه او صفر. هاي سهله هاي مبينه. طيب يقبل عدد القسمه على سته اذا كان بسط. اذا بيقبل على اثنين وكمان على ثلاث منقول عنه ايش؟ يقبل تسمع على ستة. سبعة وثمانية ما بدي اياها هلا. العشرة اذا كان ولا ستة ولا خمسة. عشرة اذا صار حد صفر. يلا انتم محاضرة؟ طيب اقعدوا بدي اعطيكم شغلة برا بدك تروحي روحي خلص. اشي اكسترا. لا بقى مش بالامتحان. بوريكم شغلات الكترونيه كيف بتعلم رياضيات كويس. بكون هيك يعني شوفي بقول 64 بده يطلع يطلع بده يطلع يطلع 64 تقسيم 2 جزء المضاعف عامل ايش يعني عامل مضاعف 30 2 16 على 2 فيها 16 على 8 2 4 هلا شو مجموعة العوامل؟ طلع كيف؟ 64 و 32 و 16 و 8 و 4 و 2 و 1 هن القواسم. شو قلت أنا من البداية يا جماعة؟ والله قلت القواسم هي العوامل. مرة ثانية هي عطت لا كل الحالات. أعطينا أي عدد بدك إياه. أعطيني أي عدد. تعطيكي بعض القواسم لكن لا هاي الطريقه تعطيكي كل القواسم. اعطيني اي عدد بدك اياه. لا اعطيني انت اي عدد بدك اياه وشوفي كيف بتطلع. طيب في هسه راح ادخل معاكم على انتوا كلكم عندكم في البيت اللي عنده انترنت عنده اولاد في البيت بدلكم هون يعني انا بس من باب
أوريكم شغلات وسائط إلكترونية موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم ممكن تساعد كثير على التعليم بالذات للأطفال. تعلموهم منها بدل ما أنت تتغلب وأنت بتتعلمي كمان أنت بتتعلم. وبعديها لعبة بعديها راح أوريكم لعبة. طبعا هنا مضطرين في هاي الحالة إن ندخل على الإنترنت. أنا بدي أترك هاي شوية راح أصير أشتغل على الإنترنت. لا شيء ثاني ما لوش دخل ألوها ألوها شيء ثاني. هذاك حساب جمع كويس للأطفال كويس. خليكي معاي بس بعدين بحكي لكم عنه الألوها. خليه مرة ثانية. هاي بدي أدخل على موقع الوزارة وزارة التربية والتعليم اللي هو www.elearning.jo. هذا هو الموقع تاع الرسمي تاع وزارة التربية والتعليم الأردنية elearning.jo. شو بفتح لك؟ طبعا هون أنت بحاجة إنك تكون عندك كلمة مستخدم وكلمة سر، يعني اسم مستخدم وكلمة سر. أنا راح أدخل عليها. طبعا في عندي أنا كلمة مستخدم، أنا ممكن تجيبها من المدرسة لأنه هو الأصل أن تكون حق لكل الطلاب. هاي أنا عندي إلى معلمة وللمعلمين طبعا أكيد. لا هي للكل، للمعلم والطالب ولي الأمر المفروض. بدك تجيبي كلمة من وزارة التربية والتعليم أو من موقع يعني من في عندك هون على الموقع نفسه مكتوب الدعم الفني، مكتوب كلمة الدعم الفني. اتصلي فيهم على مركز الملكة رانيا تكنولوجيا التعليم، بعطوك باسورد يوزر نيم. قول أنا عندي أولاد في المدرسة بمدرسة كذا وبدي يوزر نيم باسورد عشان أدخل عليها. إذا دخلتي هون ادخلي على كلمة المناهج. المناهج هاي دخلت على المناهج. شوف محطوط هون الحلو فيها انه كل الصفوف موجودة ملاحظة طالع كل الصفوف. اللي احنا كنا نشرحه قبل شوي العوامل وما عوامل وكذا بخامس. خلينا ندخل على الخامس. بدي ادخل على الخامس. شوف هنا لاحظوا كمان مش بس مادة واحدة، مش بس الرياضيات، ملاحظين انه كل المواد موجودة بس مش كلها محوسبة. العربي محوسب انا متأكد منه، الحاسوب محوسب، الانجليزي جزء منه، العلوم محوسب، بتلاقي وسائط الكترونيه بتساعد. خلينا ندخل على الرياضيات اللي هي موضوعنا. هذا لكم ولاولادكم. ادخلوا على كلمه الرياضات المحوسبه مش المشاريع. طبعا بس العلم هذا شغلنا هذا. يعني احنا افكارنا هاي اللي موجوده جوا افكارنا. هلا نيجي ندخل على مثلا قابليه القسم على 2، الأعداد الأولية، تحليل إلى العوامل. شوف هاي العوامل الأولية، عملي كانسل مطالك عملي إلا كانسل إن شاء الله يشتغل. طبعا بيكون عندكم يكون في فلاش بلاير. إيش اسمه فلاش بلاير؟ يكون نازل عندكم على الجهاز. خلينا نطلع هون مثلا. شوفي هاي تحليل العوامل الأولية. شوف هون بعطيك أسئلة زي نشاط. العدد الذي مجموعة عوامل الأولية 5 3 2 هو يعني في عدد لما بنحلل العوامل الأولية. إحنا ما خلناش شو العوامل الأولية، شو بطلع؟ بطلع من 5 3 2 مين هو؟ 57 ولا 75 ولا 90؟ 75. خلينا نشوف تشيك. يحاول مرة أخرى خطأ. خطأ نجرب 90. ما هو تحزير هاي صارت. بس اعملي هيك شوف ظلك حطي مثلا جاوبي. نفترض انه انا بجاوب بعد صح، اعطاكي هون الاجابه الصحيحه. كم سؤال بعطيكي؟ لا نهائي لا نهائي. كل ما بتعطي بضل يعطيك. طيب شوف نختار واحده ثانيه. هاي لا اسئله بديش انا اسئله، انا بدي اتجنب الاسئله. شوف هنا نوع من اللي هو زي الآلة الحاسبة بس سريعة.
تحليل عدد العوامل الأولية، بدي أحلل 393 لعوامل الأولية، طلع كيف؟ نقول من خلال حقائق الضرب 393 هي 331، يعني إنه 393 تقسم على 3. اعمل إيه هاي؟ نقدر نكتبه بصورة أسية زي هيك، بيكمل بصير يشرح لك. الآن هاي في 173، يعني هاي يعني هاي خلاص هيك تحليل انتهى. 131 شو اسمه؟ عدد أولي، عشان هيك وقف. عرفت كيف؟ يعني هاي نوعا ما بتفيد داخل الغرفة الصفية أكثر منها. شوفي هلا هون آلي حاسبة، طلعي آلي حاسبة، أدخل العدد من 1 إلى 999، أي عدد بدك إياه. 100. شو سوى؟ هاي بصير إلك أنت بدك تعملي سيلف تشيك، إنه أنا فاهم مش فاهم، بعرف أحلل ولا ما بعرف أحلل، بكتب العدد اللي بدي إياه، بعطيني تحت تحليله. أنتم ملاحظين كيف؟ زي أنا بختبر حالي قاعد. طيب خلينا ننتقل على إشي ثاني، وأنا بدي أوديكم على واحدة أحلى من هذول كلهن، أنا ناشرها على موقعنا هنا، تقدروا تجربوا كل هذول، تقدروا تجربوا كل هذول. بدي أطلع من تعامل الوزارة كله، أنا بدي أدخل على موقعنا نفسه. هاي هاي لقيتها. تلعبوا لاعبين، مين بدهم يلعبوا؟ أنت وياه. هاي اخترت لاعبين، تختاروا أي مستوى؟ الأول اختار مستوى سهل ونبدأ اللعب. يلا هسا دور مين؟ اللاعب الأول اللي هو الضفدع. مين الضفدع فيكم؟ أنت الضفدع. يلا أكبستك هون، اسمع السؤال، اسمع السؤال. هاي الفراشة، دور الفراشة. اثنين، عدد يقبل قسمة على اثنين. اثنين في شيء علق، أول عدد من لوحة يقبل قسمة على اثنين، هي هيك دقيق شكلها. بدي أسكرها وافتحها مرة ثانية، معلش علقت على فكرة. هاي شايف ليش عمال تعمل هيك؟ لاني قاعد بسجل. دقيقة حسب وقفه. هاي رحنا على اثنين. شوف هلا لو اجت على اثنين تطلع سلم. خلنا نوقف التسجيل.